السلام عليكم اخوان. اكو موضوع انا يعني لازم احكي بيه، يعني اللي جاي اشوفه هسه المنشورات والناس اللي جاي تحكي، هواي عندي حكي، يعني مو مال اكتبه منشور لان الموضوع كلش طويل، بس اكو سالفه صغيره احكيها لكم ومن بعدها انتم تخلوا لها رباط، يعني راح تكون واضحه جدا. بفتره التحرير مره ماضي في قضاء هيك تحديدا رفضوا اهل المدينه انه يدخل الحشد الشعبي يحرر المنطقه لاسباب اخرى، يعني وافقوا فقط الجيش والجهاز. فسووا الحشد الشعبي، اجوا دخلوا زي الجيش العراقي، حملوا اسم الجيش العراقي ودخلوا وهم مو عسكريين. هذا الموضوع له رباط كلش كبير اللي جاي يصير بالبصرة. اللي جاي يصير بالبصرة مو الجيش العراقي اللي جاي يقوم، اكو احزاب واكو اشخاص واكو قادة اخرى جاي تقود هاي العملية الكلش كبيرة اللي ممكن ما نلقي لها حلول، واللي هم رادوا يخلقون فتنة كبيرة بين الشعب والجيش وصارت، وهسه الناس نسيت المطالب ونسيت حقوقهم وبدت المشاكل يعني ممكن تخلق معركة كبيرة بين الجيش والشعب. كثير من المنشورات تقول احنا حررنا المنطقة الفلانية من الجيش العراقي، واحنا حررنا المنطقة الفلانية من الجيش العراقي. شنو حررت المنطقة؟ ليش الجيش هو منين؟ يا اخوان، المهم الاهم بالموضوع انه لازم تعرفون وتفهمون اكو ناس تدخل بازياء الجيش العراقي تحمل اسمهم، جاي يسوون هاي الفتنة، وهذا الموضوع جاي يصير واللي صار هسه بالبصرة. واكو ناس تحكي تقول جيش العراق مرتزقة وجيش العراق وكذا وكذا وهربوا من الحرب وهربوا من مدري شنو، هاي المعلومات ما حد راح يفهمها بس اللي يدخل الجيش، ما حد راح يقدر يفهم لو 25% لو 10%. المهم ماكو منطق يقول انه اني اقتل اخوي على مود راتبي، او اني اضرب صديقي، او اني اضرب اخوي اللي هو العراقي على مود انه انا ما اخسر وظيفتي على مود. احنا ما جايين من غير بلد يا اخوان، احنا كل احنا عراقيين، احنا من هذا البلد، احنا حمينا هذا البلد. مو هذا الحكي. الناس اللي ما تفهم، اتمنى الناس اللي ما تفهم المواضيع العسكريه لا يخلق فتنه كبيره. اكو فئات وناس وقاده جاي تشتغل على موضوع فتنه بين الشعب والجيش ونجحوا وصارت هسه الناس من